والضعف فيهم والألم ولا شيء زيادة عننا، لكن إيمانهم بالإله ده كان علامة في عمرهم، كانوا شداة وسط العذاب ولا حتى نار تهمهم. وكلامنا اليوم ده عنهم ده شيء بيشجع قلبنا، تعالوا نسمع اللي جاي ده الدرس لينا كلنا، أبطل وعاشوا وسطنا، أبطل وعاشوا وسطنا. ايه يا استاذ دانيال، بقالي ساعه عمال ادور عليك وفي الاخر الاقيك هنا. معلش، اصلي بحضر موضوع مهم جدا عن كافيه تعاملات الله مع شعبه في العهد القديم. طب وايه كميه الكتب دي؟ انت مش مكفيك اللي في البيت؟ طب معاك حق، الكتب اللي في البيت اكتر من هنا، بس المراجع اللي عندي مش مكفيه، فقلت اكيد هلاقي اللي يكمل هنا. طب يا ريت تكون قربت تخلص بقى عشان عايزك في موضوع. مفيش مشكله، بس اديني ربع ساعة، ربع ساعة بالكتير قوي، إن شاء الله هبقى معاك. طب تمام، أنا هستناك بقى في حوش الكنيسة عشان أسيبك تركز. تمام، اتفضل. أستاذ دانيال، كل دي ربع ساعة؟ معلش، اصل القراية خدتني شوية. ولا يهمك. خير بقى، ايه الموضوع اللي كنت عايزني فيه؟ كان عندي صحابي كانوا عاوزين نساعدهم في المذاكرة، بس عشان انا شاطر في المادة دي كويس. طيب وايه المشكلة في كده؟ المشكلة بقى ان الناس دي بعيدة عن ربنا، وانا الصراحة خايف يأثروا عليا. لا طبعا، كده ما يصحش، ده مرفوض، مرفوض. الكتاب بيقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أي خلطة للبر والإثم وأي شركة للنور مع الظلمة، كورنثوس الثانية 6:14. وكمان الكتاب بيقول لا تضلوا فإن المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة، كورنثوس الأولى 15:33. وكمان الكتاب بيقول طب مش يمكن لو ساعدتهم يشوفوا فيا ربنا اللي كان بيساعد الناس زمان؟ لا طبعا، دي مخاطرة كبيرة جدا. بس ده ممكن يبقى في تأثير عليا أنا. بقى ده ينفع؟ بقى ده ينفع؟ شايف واحد زي مينا ده ما بيعملش اي حاجه في حياته، عايش حياته في الشر والخطيه، وما بيجيش وراه غير العثرات، والكتاب بيقول ويل لمن تاتي بسببه العثرات، لوقا 17:1. بس مين ده تاب وربنا غير حياته ودلوقتي بقى عايش مع ربنا وساب كل اللي كان بيعمله؟ برضه ما نضمنش، لازم نبعد عن كل واحد ممكن يبعدنا عن ربنا. بس ده اتغير. ايش ضمنك ان هو مش بيمثل عليك؟ وايه اللي ياكد لك صحه موقفه؟ ازاي تعرف ربنا كويس؟ سؤال غريب، هل فكرت فيه قبل كده؟ ربنا بعيد وبعيد قوي ومختفي ومحتجب عنا. هل اكتفيت باللي سمعته من اهلك او من الناس اللي حواليك عن ربنا؟ طيب هل المعلومات اللي هم قالوها لك اكيده؟ سمعك بتقول استغفر الله العظيم. هل نفسك تعرف عن ربنا اكتر؟ هل حاسس ان كان نفسك تكون بتعرف عن ربنا زي الناس المتدينين قوي اللي بيصلوا وبيعملوا كل الفروض؟ هل عمرك فكرت أو دعيت ربنا إنه يعرفك عن نفسه؟ ولا أنت مكتفي بالمعلومات اللي عندك عنه وحاسس إنك مش محتاج تعرف أكتر؟ في ناس على فكرة تعرف معلومات كتير عن ربنا، بس في الحقيقة هي ما تعرفش ربنا. هو ده موضوع حلقتنا النهاردة من برنامج ناس زينا، وعنوانها تعرف ربنا؟ هنناقش الموضوع ده من خلال شعر وحوار شيق وترنيمة جميلة. بس خلونا في بداية الحلقة نسمع شاعرنا المتميز الفنان نعيم عاطف هيقول لنا إيه عن الموضوع ده. بالعلم ممكن نستنير نعرف طريق الرب، والعلم نفسه ساعات يخدع يأس القلب، وبالبساطة تتهدي بعض النفوس والتوب وينفتح قلبهم والرب رب قلوب. ويا مناس اتنورت بإيمان ما لهش حدود، ويا مناس اتحيرت دخلت طريق مسدود، وعقول كتير بالفلسفة غرقت في بحر الشك، والناس كتير بالبساطة لغز الإيمان اتفك. أصل الإيمان مش معرفة أو معلومات،
ولا هو علم وفلسفة واستنتاجات، ومش دراسة في النصوص والتشريعات، لكنه صرخة قلب خالي من الصلف، ولسان بيعلن احتياجه ويعترف ويجي يطلب يا إلهي رحمتك، فأنت أرحم، أنت أرحم من تسامح أو رأف يا رب. بالعلم ممكن تستنير، نعرف طريق الرب، والعلم نفسه ساعات يخدع ويقسي القلب. إزاي نعرف طريق الرب؟ تعالوا نتابع المناقشة والحوار اللي جاي بين الشباب والمهندس عصام خليل. نشوف ناس زينا كان عندهم الأشواق يعرفوا ربنا. يعني بالفهم وبالعقل وعلى حسب الكلام اللي احنا كنا بنتكلمه، انه ربنا ادانا عقل وهو موجود، فبالطبيعي جدا عشان اوصل لربنا وابقى لي علاقه بربنا انا محتاج مديني كتاب، الكتاب ده مش مديني عشان اركنه، انا محتاج اذاكر، واعتقد الكتاب فيه 66 صفر، فانا محتاج اذاكر ال 66 صفر كويس عشان اعرف ربنا. اي كلام تاني هو كلام. صدق من قبل ما تتكلم ما كنتش مرتاحه لك. ما انت مش مرتاحه لي. صدق من قبل ما تتكلم خلاص ممكن تبدلني مع لا انا عايز اقعد هنا. لكن انا كل ما اتكلم انت عايزه الدلع، عايزه انه لا مش عايزه الدلع، يعني ايه اعرف ربنا بس من غير رب؟ فانا بقيت بعرف ربنا مش كده؟ لا بس حيث ما يعني نوازن الدنيا إيه؟ انت كده كأنك عايز تعرف، يعني عايز تعرف معلومات، يعني تعرف عن ربنا معلومات بس، لكن مش عايز تعرف ربنا شخصيا، انت بس بتعرف عنه. انا اعرف ربنا ازاي شخصيا غير لما اقرا وادرس مين هو ربنا وعايز ايه ويعمل ايه، وانا اعرفه ازاي؟ يعني اعرف، يعني ازاز مذاكر لازم اقتني معلومات اعرف. في ناس كتير بتعرفه وهي في النهايه مش بتعرف ربنا، بتعرف عنه كتير جدا في معلومات مش عارفه الله. هو ان اعرف المعلومات دي معناها ان اعرف ربنا، امال مش فاهم ايه يعني. ماشي، في ناس كده بس بتجهل مين هو الله في النهايه، رغم ان هم بيعرفوا عنه معلومات كتير جدا. لا يعني انا مش فاهم، انا دلوقتي انا عندي معلومات فانا اعرف ربنا فعلا؟ مش شرط، ما انت لازم تختبر حاجات، مش بس يعني في الحياه اساسا بس تقرا عندك شويه معلومات عن ربنا، ربنا كويس وربنا محبه وربنا، وبعدين انا اعرف ربنا. لو انت ما اختبرتش حاجه، انا اعرف فيزياء، انا ذاكرت فيزياء، انا اعرف كيمياء، انا ذاكرت، انا اعرف يعني ربنا ولا إيه؟ فيزياء ولا بس ربنا مش علم، تجمع معلومات، تجمع معلومات، لكن ربنا شخصيه انت ما تعرفهوش. انت ممكن تدرس فيزياء بس انت ما جربتش يعني صدقني ده اخره التعليم المجاني حاجه تمشي يعني. حلو قوي صدقني هو ده اخره التعليم المجاني. مجاني انا كنت بدرس تجريبيه فعلا 450 جنيه اخ عصام فعلا مستنيكم ما توصلوا الحل مع بعض. لا انا يعني ده علم، يعني انا النهارده عايز اعرف ربنا فذاكر اعرف ربنا. يعني انت ممكن تقرا كتب عن الفيزياء بس لو انت ما جربتش ومسكت حاجات وحركتها وشفت الجاذبيه وشفت حاجات بتوع وحاجات ولا هتعرف اي حاجه. ماشي، انا بعد ما اعرف هختبر، مش هختبر قبل ما اعرف. انت محتاج يبقى عندك، وانا اصلا يعني انا عندي كتير، انا عندي المنهج. طب بس يا ورا وبرا الموضوع، يعني بمناسبه الفيزياء، يعني هو نيوتن اختبر فعرف ولا عرف فاختبر؟ كالعادة ما ينفعوش الاثنين. طيب مع بعض، انا النهارده ما وقعتش على تفاحه، انا درست اللي قاله نيوتن. درست اللي قاله نيوتن ففهمت الفيزياء. ففهمت الفيزياء. طيب كويس، استفدت بيها ايه؟ استفدت بيها انه في جاذبيه. في جاذبيه، عملت بيها ايه؟ ما هي دي المشكله. عارف انا ما وصلتش لحاجه، انا مش ضد كلامك على فكره، بس في نزع التطرف شويه، يعني الكتاب هو اللي بيعرفني ربنا دي اكيد تمام، بس عشان اعرف ربنا لازم كلمة كلمة أبقى فاهمها وعارفها، ده يبقى إذن ده بيعرف ربنا على المعاش، أو يمكن بعد المعاش ما يعرفهوش. لأنه صدقني الواحد بيقضي عمره كله بيقرأ في الكتاب، كل يوم بيفهم أكتر، وكل يوم بيكتشف إن امبارح ما كانش فاهم. فالمعادلة بتاعتك دي معناها إن أنا مستحيل أعرف ربنا غير لما الدنيا تبقى صحيحة. أنا متأكد تماما إن الكتاب المقدس هو الطريق اللي ربنا عايزنا إحنا بالذات، اللي فتح نور كلمته قدامنا، هو ده الطريق اللي ممكن بيه نعرف ربنا. بس يعني مش موافق قوي في فكره انه لازم انجز اكاديميا يعني كل الكتاب. لا واكيد مفيش اي طريق تاني. بس عايز اعرف يعني ايه اعرف ربنا؟ يعني في فرق كبير بين ان اعرف واحد وان انا اعرف عن واحد. ممكن اقرا اي كتاب عن واحد، يعني انا اعرف اسحاق نيوتن، عن اسحاق نيوتن بعض المعلومات. لكن اقدر اقول ان اعرف اسحاق نيوتن نفسه؟ لا طبعا ما قلتوش، انت قريت عنه بس ما تعاملتش معاه، ما اختبرتش القعده معاه، واخد بالك من الفكره؟ اعتقد ده ينطبق على معرفه ربنا. في فرق كبير بان انا اعرف عنه وعن صفاته واقول الله قدوس، والايه الفلانيه بتقول ان الله قدوس، الله عادل، والايه الفلانيه بتقول ان الله عادل، الله وصفات الله بقى وطبيعه الله وكلام كله يبقى مش غلط 100 100 يعني وطالع من الكتاب.
بس في الاخر ما يكونش ليه علاقه حقيقيه بيه. طب وانا اعمل ايه؟ هو ده اللي قدامي، هو الكتاب، يعني اعمل ايه عشان اتحول من ان انا ابقى عارف عن ربنا الى ان انا عارف يعني ربنا؟ اعمل ايه يعني؟ بس ايوه الحاجات العمليه بقى. على مهلك، انا مش قصدي خالص اسيب الكتاب، انا عايز افرق ما بين ان انا بعرف عن الله من خلال الكتاب وبين ان اعرف الله شخصيا. لانه طب افرض، اقول لك افتراض، افرض واحد امكانياته الدراسيه محدوده او ممكن يكونش بيعرف يقرا اصلا يعني. او بيقرا على قد يدرس تمام. الراجل يا دي النيله يا دي النيله. لا ده كده يبقى الله طبقي بتاع طبقه معينه. من في حين ان انا اقول لك بقى ايه من الكتاب نفسه، انه الله اختار الله ادنياء العالم، اختار المصدرة وغير الموجود. ابص انت كده بتكسر عند قاعده كبيره من ناس زينا بيدرسوا وبيقروا ان هم كده يعني. بص هقول لك حاجه يعني. ليه لا لا برضه انا مش عايز كلامي يتفهم ان انا بقول لك بطل دراسه. لا وربنا قال لقد هلك شعبي لعدم المعرفه، فالمعرفه صحيح. كويسه بس ما بقاش معرفه ثم معرفه ثم معرفه، ما بعملش حاجه ثانيه بدون اختبار. لا وفي نفس الوقت كمان انا مش عايز نتطرف لقله كمان ان الناس البوسطة اعتقد ان ما لهمش في الله، دي تبقى مصيبه. تبقى انت وصلت فكره يعني قاتله. طب يا جو انا مش فاهمه، طب انا كلنا تربينا مثلا عندنا الكتاب المقدس في بيتنا، طب في ناس تانية اصلا في مثلا زي افريقيا ما عندهاش كتاب مقدس وكبروا ما عندهمش كتاب مقدس، يعملوا ايه؟ ما انت لازم بقى لو عايز ترد، هل الناس ديت فرصتها في معرفه الله صفر؟ هو انا ما اقدرش اعرف يعني، هو سؤال صعب بالنسبه لي، بس يعني ده انا كمان عندي سؤال اصعب. انا ما اعرفش الناس دي المفروض دي المفروض الناس دي يجي ويشوفوا صح مش عارف يعني، عمال افكر زيكم. هو ما ينفعش يبقى في اي حد في الدنيا فرصته على معرفه ربنا صفر يعني، يبقى ربنا طبعاً أقول يعني. لان الله بيحب البشر كلهم، هكذا احب الله ايه العالم. يعني محبته دي متقدمه للعالم، وبالتالي انا متاكد بنسبه 100% ان فرصه الكل متساوي. طب في قصه تقرب لنا فكره الناس البعيده دي ربنا بيوصل لها ازاي يعني؟ يا يعني اما احنا هنحس في وقت ان ربنا ما عندوش عدل، احنا عندنا فرص طول الوقت وفي ناس ثانيه فرصتها صفر. يعني في حاجه في كتاب مقدس شبه كده؟ في حقيقه قصه في دماغي دلوقتي بتفكرني بفريقين الحقيقه. ناس كان عندهم كل المعرفه يا جون وما وصلوش للمسيح. ما وصلوش للمسيح؟ واخد بالك؟ ما ادروش حقه، وناس ما كانش عندهم المعرفه ده، ربنا اداهم نور صغر نور كده اهوت مشي ورا النور دوت. دول اللي عندهم معرفه ما وصلوش. هقول لك الحكايه. حكاية في تاني صفحة من العهد الجديد على طول، تقلب أول صفحة كده تلاقي قصتهم عشان تعرف أهمية ربنا حاططها في الأول. يعني هتفتكروها أكيد، القصة بتتكلم عن ناس اسمهم إحنا سميناهم المجوس. يمكن تسميهم دي مش دقيقة قوي، لكن مثلا في ترجمات تانية يسموهم الحكماء. عبارة عن مجموعة من الناس العلماء والحكماء. مع ولادة المسيح الله شاف الأمانة والإخلاص بتاعة الناس ديت، فقام كلمهم بظاهرة فلكية فريدة مختلفة. هم لما درسوها وفهموها مع نور من ربنا ابتدى يقول لهم ان في شخص فريد اتولد النهاردة. الناس دول خدوا بعضهم وركبوا على جمال زمان كانت دي الركوبة الوحيدة بتاعتهم، حاجة صعبة ومرة، وعدوا صحاري مشوار طويل يعني لمجرد انهم شافوا نور، لمجرد ان هم ابتدوا نظهر لهم النور الصغير ده، انه في حاجة من ربنا جت، في حد من عند ربنا جه تمام. وقطعوا مشوار طويل ربما يكون وصل لاكثر من سنه سفر. سنه؟ هقول لك الدليل بعد شويه. لما مشوا المشوار ده جم لمدينه اورشليم اللي هي المفروض يتولد فيها المسيح من الشعب شعب الله. ولما جم سالوا عن اين هو المولود ملك اليهود، مين المفروض انه يعرف؟ الناس اللي دارسين الكتب المقدسه في الوقت ده اللي هو العهد القديم، اللي هم اسمهم الكتبه والفريسيين والكهنه. فلما سألهم الملك في الوقت دوت عن أين يولد المسيح، كانوا جاهزين بالمعلومة. قالوا له في نبوة بتقول إنه يولد في بيت لحم، وفي كذا بتقول كذا، جاهزين يا عم 100%. دول اللي مذاكرين. طب أنتوا سمعتوا مذاكرين وبس، عشان برضه أنا مش عايز أقول المذاكرة غلط، برضه عندي مثل هقول لك في الآخر تمام. فالمذاكرين اللي مش في قلبهم رغبة إنهم يروحوا ربنا قالوا المعلومة اللي اتلقفها مين؟ اللي ما عندهمش المعلومة لكن عايزين يروحوا لربنا، وخدوها وابتدوا يمشوا فعلا، وربنا كمل المشوار معاهم لحد ما نشوف المشهد الجميل اللي يمكن يعني حتى بيترسم في مشاهد كتيرة، ان هم راحوا للمسيح وسجدوا ليه وهو لسه صبي صغير تمام. ادي ناس ما عندهمش ضوء، ما عندهمش نور، ما عندهمش معرفة، لكن اخلاصهم الاكيد. هقول لك كمان عرفت انهم مخلصين ازاي.
انه مجرد ما عرفوا ان في رساله من السماء وصلت او شخص من السماء وصل بمعنى اصح، خدوا بعضهم وطلعوا على الشخص دوت. ودي صفه المخلصين دايما، انه اول لما يتكشف ليه حاجه قد كده اهو يمشي وراها، اول ما يعرف حاجه صغيره من ربنا يتممها في حياته، اول لما يوصل له فكره من عند الله يعيشها على طول. الناس اللي بالمنظر ده بيوصلوا بسرعه وبيوصلوا لربنا. يعني الاخلاص اهم من الدراسه؟ ليه ما يكونوش مع بعض؟ واخد بالك؟ بس لو وجد الاخلاص مع ناس بسطه ربنا ما عندوش مانع ان هو يستخدمه. بس اقول لك حاجه بقى، المجوس دول هم راجعين عندهم معلومات ولا عندهمش؟ يعني مش هيفضلوا طول عمرهم ما عندهمش فكره. نعم. اكيد بقى عرفوا وسمعوا النبوات ودوروا على الكتاب حتى هم مشوا ودوروا على الكتاب وربنا نفسه قادهم ان هم ما يرجعوش لهيرودس الملك الشرير وخدوا سكه من ناحيه ثانيه. يعني انا لو مخلص وعايز فعلا اعرف ربنا ايا كان المكان اللي انا فيه، ربنا هينور بفكره في عقلي او هينور بحاجه في قلبي وهفضل ماشي وراها شبه حبه بحبه كده، حبه بحبه حبه بحبه لغايه ما اوصل. في اي يعني مفيش حد مظلوم؟ لا 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 خالص، لا لا، ربنا بيحب الناس كلها، هو عايزهم على فكره، عمره ما فرق ما بين الناس والناس. اوعى تفتكر ان حتى ربنا عنده مسيحي وثني، لا، ده بالنسبه له هو بيحب، هكذا احب الله العالم. لما جه علشان العالم، لما بيتكلم يتكلم للعالم، لما بعت تلاميذه بعتهم للعالم. يبقى الكل بالنسبه له مطلوبين. الكل مطلوبين. يعني يوم يعني النهارده انا لو عايزه ربنا ممكن اتواصل معاه بدون اي معرفه، او ما عنديش مجال مثلا او فرصه للمعرفه، زي قلت في اماكن ما عندهمش المعرفه، ممكن اتواصل مع الله ويبقى ليه علاقه بيه بدون المعرفه دي؟ دي حقيقه. ينفع؟ دي حقيقه. كي. الرغبه الصادقه ان انا عايز اعرفك مين انت ايها الاله العظيم. في ناس وثنيين كتير عرفوا ربنا بالطريقه دي، يعني بعضهم دخلوا المعابد الوثنيه ويبص يقول لك مش معقوله السماء العظيمه دي اللي خالقها الصنم ده، التمثال ده، انت فين يا رب؟ الناس دي ما عداش سنين طويله في حياتهم او ما عداش عمرهم بمعنى صح الا وكانوا عرفوا مين هو الله الحقيقي. وصلوا ليه؟ بدون معرفه خالص. لا، المعرفه جت، معرفه تواصل معاه عن قرب بس بدون معرفه عنه من اللحظه الاولى بيبتدي. بس هي انا عايز ايه، نتخيل. هقول لكم الايه اللي تدينا تخيل جميل. يعني في ايه في سفر الامثال بتقول سبيل الصديقين كنور متزايد يتزايد وينير الى النهار الكامل. عاملين زي اول طرف الفجر بيفضل كده زي ما هو. اول طرف الفجر هو جميل، اول طرف الفجر لما بعد الضلمه تبتدي تظهر نور. بس لا، بدايه النور دي يتبعها ان النور يقعد يشرق 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 لحد النهار الكامل. انا بس معلش، انا عارف هاخدك تاني في ناحيه الناس اللي هي عارفه. ايوه، عشان بس دول انا الموضوع كده ابتدى ينور في مخي حاجه تانيه. كويس. دلوقتي في ناس عارفه عن ربنا بس مش عارفه ربنا على حسب انت قلت. الناس دي كده زي الكهنه والكتبه والفرسين والناس دي كلها. وناس دلوقتي يعني انا اعرف يعني، او احنا في ناس بتلاقيهم دكاتره ومهندسين وعباقره وعلماء وفي شغلهم. هل ده ناقص له تكه الاخلاص ولا هو قافل؟ يعني هو ايه؟ يعني هو عشان يعرف ربنا، هو انت بتقصد واحد عارف عن ربنا كتير، عارف عن ربنا كتير وعنده ادراك وشاطر وذهنه مفتوح. يعني انا مش عارف، يعني هو ما عندوش وعنده صعوبة. الكتاب وبيؤمن بيه وبيدافع عنه كل حاجه. هو عنده صعوبه في الفهم. انت بتتكلم بقى ان هو مش عارف عن ربنا بس مش عارف ربنا، دي تتربى حاجه واحده، اخلاص. الرغبه المخلصه اني اعرف الله. يعني هو لو ما وصلش ربنا، اقول لك حاجه، يعني الله مين اللي يكشف عنه الا هو عايز يعلن نفسه للناس، وبالتالي رغبة صادقة وقلب صادق بيقول له عايز اعرفك يا رب. هتكون النتيجة ان ربنا يبتدي يقودني من خلال الكتاب ومن خلال معاملاته، من خلال حاجات كتيرة جدا بقى بيوظف حياتي كلها عشان منها يقربني منه ويعرفني شخصه. طب وممكن المعرفة نفسها وهي عن الله تبعدني عنه؟ وخليك برضه بيبقى جوه المعرفة عن الله تبعدني عنه. يعني من كتر المعرفة ممكن ده يبعدني عن الله ولا؟ لو ماليش علاقة حقيقية معاه. كنت لسه اقول ان مش عايشة معايا، عمالة اعرف ومش شايفة فين ده حق الواقع. عمالة تتنفخ. طب الكهنه والفريسيين والكتبه والناس اللي كانوا ايام المجوس دول ياما عندهم معرفه قد كده. ما المعرفه من غير اخلاص مالهاش لازم. طب ازاي اقدر اعرف اذا كنت انا اعرف ربنا ولا اعرف عن ربنا؟ ده سؤال جميل يا اندرو. اعتقد بالنتيجه، اللي بيعرف الرب نفسه كل يوم بيقرب لصورته، كل يوم حياته بتبقى افضل، كل يوم بيحس ان هو في محضر الله محتاج انه يتغير. بيحس انه كان فاكر روحه كويس لكن في محضر ربنا اكتشف ان هو مش كويس وعايز يبقى افضل، فبيطلب من ربنا. بيعيش الكلام اللي بيتعلمه، بيتغير ناحيه صوره ربنا. يعني الله عادل، هو بيحب العدل، الله قدوس هو بيحب القداسه، ابتدى يبقى كده هو بالمنظر. طبعا احنا نقدر نعرف بسهوله الناس اللي عارفه ربنا
والناس اللي تعرف عن ربنا، لانه اللي عارف ربنا بيبقى على صورته، بنشوف شكل حياته ايه. وماشي عايز اكمل برضه، المهم ان احنا نعرف نفسينا كمان، دي الاهم. ان في ناس ممكن نعرفهم طبعا، في ناس تمام، في ناس ممكن تتصنع الفك يعني، ما عشان كده المهم ان احنا نعرف نفسينا. طب انا ممكن اعرفه كمان من خلال ربنا، يعني اوقات كتير انا بشوف ان الله من خلال الله انا بعرف نفسي، بكتشفها من خلاله. لو انا موجود في محضره يعني زي اللي قال له اختبرني يا الله شوف اللي جوايا، ولو انا بالمنظر ده الناس هتعرف ربنا من خلالي. صحيح، ابقى عامل زي المرايه، زي موسى ما كان بيتكلم مع الله عرف الله شخصيا، فكان بينزل الناس بتشوف فيه مجد، حاجه عظيمه من خلاله كانوا بيتركوا ويتاكدوا ان في شخص كان بيتكلم معاه. الناس فينا هتشوف المسيح لما نقعد معاه كتير. بس انا عايز اقول حاجه بقى عشان نوزن الموازنه قبل ما يعني ما نخلص كلامنا، لان خايف برضو المفهوم يكون غلط ونبتدي نخرج من هنا نقول ايه المعرفه ملهاش لازمه. لا، احنا قلنا المعرفه من غير اخلاص. طيب لو واحد مخلص عارف ربنا، بفتكر الرسول بولس قال كلام جميل، ده لو قلت لك هقوله لك من شويه. في اواخر حياته بعد ما عرف ربنا قد ما عرف ما حدش عرفه قد، يقول ايه جميله كده في رساله فيليبي، انا عايز عندي طلبه يا جماعه، في قلبي طلبه. ايه هي الطلبه؟ لاعرفه. تعرف مين؟ اعرف المسيح. هو انت لسه ما عرفتوش؟ قال لك ده كل ما تعرفه كل ما تكتشف ان انت عايز تعرفه اكتر واكتر. فلما بيتولد الصدق في القلب، الرغبه لمعرفه الله بتزيد، وبالتالي حب للكتاب ده بيزيد، وبالتالي نهم ان انا اقرب يزيد، وبقرب منه اكتر واكتر واكتر واكتر. يعني عايز اقول ان الخلاصه ان الاخلاص ضروري جدا، بس بمجرد ان الاخلاص دوت ربنا يبتدي يتعامل معاه، لازم انا اتجاوب مع هذا التعامل، يبقى عندي رغبه بالاخلاص ده نفسه اني اعرف اكتر واعرف اكتر واعرف اكتر واقرب من الكتاب اكتر، واعرف من عن مين هو المسيح اكتر واكتر. بالمناسبه الكتاب ده، الكتاب المقدس ده، من اوله لاخره مكتوب ان شهاده يسوع هي روح النبوه، كله بيقول عن المسيح، كله بيتكلم عن المسيح. فنبقى بنوزنها بطريقه صحيحه، ان انا عايز ابقى مخلص اني اعرفه، طريقة معرفته هي الكتاب المقدس والقعدة معاه من خلال الجو دوت والإخلاص دوت، هقضي عمري كله وأنا بعرفه أكتر وأكتر وبقرب منه أكتر وأكتر. طب والشخص اللي عارف ده لا عليه ده يعني معرفته الزيادة دي بقى عارف من غير نور من ربنا؟ آه طبعا. اللي بيعرف أكتر يعني تخيلي لما واحد يقف قدام قاضي بيتحاسب على جريمة ضد القانون، القانون هو القانون هيتطبق، بس تخيل لو القاضي اكتشف ان الراجل دوت استاذ في القانون، هيغلظ العقوبه ولا لا؟ العقوبه دايما في القانون ليها حد ادنى وحد اعلى. لما هيلاقي قدامه واحد بالمنظر ده ويقول لك ده كمان مش معرفش، طبعا هو الجهل بالقانون لا يعفي منه، تمام، لكن الفكره انه تخيل بقى ده واحد عارف. في ايه بتقول كل من اعطي كثيرا يطلب منه كثير ومن يدونه كثيرا يطلب منه. الله بيبص هو ادانا ايه فعلا، بيبص لعند انت. طب انت بتقول انت عندك كتير قد كده، واتعاملت بيه ايه؟ أسأت بيه للناس زي الكتبة والفرسين والناس دي كلها؟ فطبعا ليه حساب. عشان كده أنا بتمنى أن النهاردة يكون شعارنا الإخلاص الذي يرغب في المعرفة. ممكن أقول حاجة؟ مش المعرفة لوحدها، تمام، ولا أقول أن أنا مخلص وما اتحركش. المخلص الحقيقي لازم يتحرك ناحية ربنا، وكل ما نور صغنون يجيله كده هو تتحرك ناحيته ويمشي لقدام خطوة. أقول حاجة أخيرة، الحكايه دي كلها فكرتني بايوب، انه في اخر حياته جه ربنا كده وقال له سمع الاذن سمعت عنك اما الان فقد راتك عيني. فنفسي نشوف ربنا زي ما ايوب قال له انا كنت فاكر نفسي اعرفك، ده طلعت بسمع عنك، لكن صحيح. انا دلوقتي اعرفك. يعني ده معناه انه بيجي من الاختبارات بقى، يعني في اختبار في الموضوع طبعا. ما هو مع المعرفه، بص، الهك بيتحكم في كل الامور عشان يقول بيها الحاجه الجميله ديت، نحن نعرفه ونقضي عمرنا معاه. لو عايزين نختم بكل واحد فينا بقى بجملة هكتبها على الفيسبوك النهاردة على الموضوع ده، تقولوا ايه؟ نختم بالجملة اللي انا قلتها، انه صلاتي تكون انه بسمع الاذن سمعت عنك اما الان فقد رأتك بعيني. جميل جدا. اقول تعرف ربنا؟ عاشرته؟ لا. جميل، دي حقيقة. انا مش ستيتسن هكتب على الفيسبوك، لو انا المزمور بتاع داود اختبرني يا الله وعرف قلبي امتحني وعرف افكاري واعرف اذا كنت المعرفه اللي انا بعرفها دي معرفه بهدف ان انا اعرف عنه واتمنظر وابقى عارف حاجه، ولا انا عايز اعرفه بجد عشان احبه عشان اقدر كل يوم اكبر معاه يعني من يوم ليوم. والايه بتاعت ان انا ازيد، اتمنى ان ازيد في معرفته مش في معرفه عنه يعني. امين امين. ايمان، انا هقول انه لو فضلت كل يوم اعرف واعرف لسه ما زلت محتاجه اكتشف، لانه هو اكبر بكتير من ادراكي وعقلي ومعرفتي يعني. جميل،
ده بيفكرني بتنيمة اختم بيها بتقول كده: لو قضيت عمري لأعرفه لأعرف المسيح ما رواني نهره أن معرفته. وأنا بتمنى أقضي عمري كله معرفه أكتر وأكتر، وفوق في السماء الواحد يعرفه صح. عرفنا أن في فرق كبير بين معرفة ربنا شخصيا واختباره وبين معرفة عنه، واللي بتفضل مجرد معلومات في الذهن، لأن الله ما اختارش العلماء والمفكرين، لكن الله اختار أدنياء العالم. وأغلب تلاميذ المسيح كانوا أميين ومن غير علم كبير. وعرفنا كمان أن الله بيبحث عن القلوب المخلصة تجاهه من كافة الثقافات والديانات، مش بس عقولهم، والرب بيعرف يوصل لهم بطرق مختلفة، زي ما حصل مع ناس زينا هم المجوس اللي ربنا احترم إخلاصهم في البحث عنه وكلمهم من خلال الفلك، ومشيوا مسافات بعيدة علشان يتقابلوا مع ربنا، بعكس الكهنة اللي كانوا عارفين معلومات كتيرة بدون ما يكون جواهم رغبة قلبية لربنا. عزيزي وعزيزتي، ربنا بيحبك وبيقدر جدا إخلاصك للتقابل معاه. كل اللي عليك إنك تمشي عن النور البسيط اللي مديهولك، وهو حيمشي معاك خطوة خطوة ويعرف يظهر ذاته ليك. وخلي بالك إن ده مش معناه إنك تهمل المعرفة والدراسة والبحث عن الله، لكن الإخلاص يسبق المعرفة وهو الدافع للمعرفة. والفيصل اللي يحدد معرفتك دي نافعة ولا مضرة هو انطباع المعرفة دي في إخلاق وسلوكيات الإنسان نفسه. هنسيبكم مع آخر فقرة هنختم بيها حلقتنا النهاردة. هنسمع تلميمة جميلة بتقول: هي سبب وجودي. نتقابل في حلقة جديدة من ناس زينا. ربنا معاك. ودعهدي أبدي.